نقطة ومن أول السطر. معقول في سن 9 شهور أفقد السمع والبصر والنطق، أصبح صماء بكماء عمياء، لا أسمع لا أرى لا أتكلم؟ ليه بس كده يا رب؟ بقى بعد ما كان عندي نبوغ مبكر وأنا عمري 6 شهور تجيلي الحمى القرمزية وتفقدني كل حواسي الأساسية؟ معقول ينفع أعيش؟ دي مش بس عاشت، دي ساعدت غيرها على إنه يعيش. ونقطة ومن أول السطر. تخيلوا إن الطفلة دي اللي فقدت السمع والبصر والنطق لقبت بمعجزة القرن 20. تخيلوا إن الطفلة دي ألفت كتب وألقت عشرات المحاضرات. هيلين كيلر اللي مش بس قدرت تلاقي معنى لحياتها، ده قدرت تدي غيرها معنى لحياته. وقفت مع نفسها وقفة ونقطة ومن أول السطر. كتبت قصة حياتها سنة 1908 وكتب كتيرة، 10 كتب: التفاؤل، العالم الذي أعيش فيه، خروج من الظلام، حياتي الأخيرة، معلمتي، وكمان ظهرت في فيلم سينمائي بيحكي قصة حياتها، وكتبت مقالات للعديد من الكتب والمجلات. دي كمان حصلت على العديد من الجوائز العالمية في خدمة الإنسانية، وسام الصليب من البرازيل، الميدالية الذهبية من الولايات المتحدة الأمريكية، وسام الوحدة الأمريكية اللي لم يعطى إلا الأشخاص يعدوا على أصابع اليد الواحدة، ميدالية الحكومة اللبنانية وغيرها كثيرا، وتركت أثر في نفوس الناس. ونقطة ومن أول السطر. قريت كتير عن أشخاص كانت معاناتهم في طفولتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية كأطفال هي التي جعلت منهم فيما بعد أشخاص متميزون، إذ كانت نقطة ضعفهم هذه المتمثلة في معاناتهم هي الحافز والدافع، أي أن نقطة الضعف كانت هي نقطة الانطلاق. قريت كتير عن أشخاص كانت معاناتهم في طفولتهم وحرمانهم هي اللي خلتهم ينطلقوا. قريت كمان عن الشاب اللي فاز بالمركز الأول في الكونغ فو بسبب ذراعه الأيسر المقطوع، وده لأنه بيستخدم حركة هجوم ملهاش رد غير إن يتجاب من ذراعه الأيسر، فطبعا ذراعه الأيسر مقطوع، وبالتالي اللي قدامه ما كانش بيقدر يجيبه من ذراعه لأن ذراعه مقطوع. يعني نقطة ضعفه كانت هي سبب نقطة فوزه. ومؤخرا عرفت ان في تربية الاسماك في بعض المزارع السمكية بيحط لهم سمكة قرش صغيرة تهاجمهم عشان تستمر الاسماك في الحركة اللي بتخلي طعم لحمها له نفس مذاق الاسماك اللي بتعيش في البحر. فحركتها وشعورها بالخطر ووجودها في بيئة صعبة الاسماك بيخليها تفرز مواد تزيد من لذة وجمال لحمها. يعني الصعوبات والضيقات هي اللي بتدي طعم لحياتك. نقطة الضعف ممكن هي تكون نقطة القوة. افتكر زمان لما حكونا قصة السيدة اللي كانت بتمشي بجردلين من النهر الى القصر، رايحة جاية لمدة سنين، لغاية ما في يوم من الأيام الجردل اللي في إيديها اليمين قال لها: ما كفاية بقى، شايفاني مشروخ ومكسور، بتمليني من النهر وعلى بال ما بتوصلي للقصر بكون فاضي غير الجردل التاني بتملي بيه وبيروح تروي بيه الزرع اللي في القصر. أنا ضعيف، أنا مشروخ، أنا مكسور، أنا كلي نقائص وألام وأوجاع وشروخ ومضية صعب، وابويا وامي وعيلتي ومجتمعي، انت بتجامليني، انا منفعش تشتغلي بيا. فبصت له وقالت له: يا جردل،
سيادتك يا جردل لو تأملت الطريق من النهر للقصر هتلاقي فيه زروع طلعة، أنا رامية بذور في الطريق وعارفة بعلم السابق الشرخ اللي فيك والجرح اللي جواك، وعارفة المية اللي بتتكب منك، فبستخدمها بإني بروي بيها اللي في الشارع. ما تقارنش نفسك يا جردل بالجردل التاني اللي عاش في القصر اللي بيه بروي الزرع اللي في القصر. كل واحد وله طريقه في الحياة، ونقطة ضعفك ممكن تكون نقطة قوتك. ولو لم أكن صماء بكماء عمياء، هيلين كيلر بتقول، لما كنت هيلين كيلر ونقطة ومن أول السطر.